شرب الفناجين بيض فعايلنا سمح السجايا على الوفا والطيب صفة عليل وانشحت الايدي بذلنا العطايا في دولة قطر اليوم باليوم الوطني الموافق للثامن عشر من ديسمبر من كل عام وتحت شعار مرابع الأجداد أمانة والمستمد من قصيدة لمؤسسها الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني وهو شعار يؤكد أن القطريين يرتبطون ببيئتهم ارتباطا وثيقا منذ القديم وتعايشوا مع طبيعتها بحرا وبرا ولذا اتسمت حياتهم بالبساطة كبساطة بيئتهم واليوم نحتفي جميعا بهذه المناسبة وتحت عنوان تعاون وتكامل ونقول كل عام قطر وشعبها بخير. علاقات تاريخية تجمع المملكة العربية السعودية بدولة قطر الشقيقة بروابط مشتركة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. هذا التقرير يعد لنا زميلنا محمد السحبان. تجمع المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة علاقات تاريخية تستند إلى ثوابت مشتركة تحكمها أواصر الأخوة والقربة والمصير المشترك وباتت مرتكزاً لتشمل مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية والاقتصادية والشبابية. إن التواصل السعودي مع دولة قطر الشقيقة يكون دائماً على أعلى مستوى وآخرها كان زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع إلى الدوحة في مطلع شهر ديسمبر الجاري لعام 2021. إن أبرز ما تصبو إليه قيادتها البلدين من توطيد وتوطير للعلاقات الأخوية الراسخة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويعزز مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد مرت العلاقات السعودية القطرية بمحطات مهمة أبرزها كان التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين وتعزيزاً للعلاقات السياسية والأمنية. وفي شهر أغسطس الماضي عام 2020 تم توقيع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري الذي يرأسه من الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومن الجانب القطري أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة المليار والنصف ريال سعودي في الربع الثالث من العام الحالي وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لعام 2021 نحو 386 مليون ريال قطري وهي بداية مشجعة. إن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين أسهمت في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات انطلاقا من إيمان القيادتين بأهمية الاتصال المباشر ودوره في التلاحم والتفاهم المشترك كما تحرص قيادة البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتكامل جهودهما في دعم علاقاتهما فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق التقدم والازدهار ومواجهة مختلف التحديات ورفع مستوى التعاون إلى أعلى المستويات المشتركة. للقناة السعودية محمد سحباني.
حياكم الله من جديد. اليوم وفي مثل هذا التاريخ قطر نستذكر سيرتها ومؤسسها الذي أرسى قواعدها قبل قرابة 140 عاما عند تسلمه مقاليد الحكم. جمعت العلاقات السعودية القطرية علاقة أخوية وترابط أكثر. للحديث معنا في الاستوديو والكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ سالم اليامي. حياك الله أستاذ سالم. أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز. يعني المقدمة تشرح، يعني خلينا نتكلم بداية عن العلاقات السعودية القطرية منذ الأزل. يعني منذ القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي مناسبة عزيزة اليوم، نبارك للأشقاء في دولة قطر بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا في دول مجلس التعاون الواحد، الدولة الواحدة والستة أجسام سياسية كما يعرف الكل. التاريخ في الحقيقة هو تاريخ واحد وهو تاريخ مشترك، وهذا التاريخ في الحقيقة يعود إلى الجذور، ما يمكن أن نسميها بالجذور، وهي في تقديري من أهم روابط العلاقات بين الدول والمجتمعات، سواء كان على مستوى التفكير أو على مستوى السياسة أو على مستوى الفعل الاجتماعي. المملكة العربية السعودية، دولة قطر، مجتمع واحد، نسيج واحد، فكر، ثقافة واحدة. كل هذه المعطيات في تقديري جعلت من انطلاقة علاقات متوازنة، من انطلاقة علاقات متعاضدة إلى حد كبير في ميدان العلاقات الدولية وفي ميدان التنافس الدولي، خلقت هذه الخصوصية في تقديري في العلاقات السعودية القطرية. هذه الخصوصية لم تأتي من اليوم، هي قديمة، ولعل ما يؤكدها ويجذرها ويجسرها أيضا هو نقاط التلاقي والتشابه في البنية المجتمعية، في التوجه الفكري والثقافي والعقائدي في المجتمعين، العادات الاجتماعية، الإمتاد البشري. صحيح. يعني هناك حركة بشرية تاريخيا ليست من اليوم في الحقيقة، يعني هناك طرق القوافل تقليديا، ثم هناك التجارة، وهناك انتقال الثقافات حتى من خارج منطقة الخليج. كل هذا في تقديري يعطينا يعني حقائق أكيدة على أن العلاقات بين دول المجلس بشكل عام وبين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة هي علاقات متميزة، ومتميزة بطريقة يعني واضحة للجميع. جميل. أستاذ سالم، لو نتكلم عن العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، خصوصا لما نتكلم عن حجم قاعد يتصاعد ما بين التعاون والتكامل، وآخرتها كان الاجتماع المجلس التنسيق السعودي القطري، كيف نقدر نتكلم عنها بحجم هذا التعاون اللي قاعد يزيد؟ أحييك أستاذة نهى، وأنا سعيد بانضمامي لبرنامجكم مجددا. في العلاقات السعودية القطرية يعني هي نموذج في الحقيقة ل يعني العلاقات الخليجية الخليجية ودول التعاون في الحقيقة. منذ قيام مجلس التعاون الخليجي في مطلع ثمانينيات القرن الماضي كان هناك حديث عن خطط تعاون، وخطط كانت طموحة في الحقيقة. هذه الخطط يعني بعد يعني 4 عقود تقريبا من الزمن ومن عمر المجلس العتيد الذي لا يزال يحافظ في الحقيقة على وجوده وعلى كيانه وعلى عطائه أيضا، أنتج لنا في الحقيقة يعني ما تحدثت عنه أستاذة نهى، وهو هذا المنتج الذي يعني يؤكد العلاقات بين هذه الدول، ويوجد أن هناك ميزة نسبية ممكن أن تستفيد كل دولة من الأخرى من خلال التعاملات التقليدية في العلاقات الدولية، التجارة، الاقتصاد، التبادل التجاري. كل هذه المعطيات في الحقيقة فاعلة وفعالة بين المملكة وبين قطر وفي مستويات متقدمة. يعني اليوم خلينا نتكلم عن الشعار هذه الحلقة أو هذه التغطية في القناة السعودية، خلينا نقول هو التعاون والتكامل بين السعودية وقطر. يعني كيف تصف هذا التناغم الآن ما بين شعوب المنطقة، يعني سواء في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتحديد اليوم مع قطر، هذا التناغم والتبادل في الأفراح؟ يعني نحتفل اليوم بقطر وغدا قطر ستحتفل بالسعودية، هذا التناغم ما بين شعوب الخليج تحديدا مع قطر هذا اليوم. يعني أنا في تقديري يعني هذه المصطلحات يعني حتى في بعدها السياسي، التكامل والتعاون ثم الاندماج ثم الانصهار، هذه كلها معاني سياسية في الحقيقة، وهي أطلقت منذ قيام مجلس التعاون الخليجي، وكانت المرحلة الأولى من شكل المجلس ومن المبتغى من هذا المجلس هو حالة من التعاون، بمعنى التقريب بين الأشقاء للجلوس على طاولة واحدة وبحث النقاط المشتركة، وصولا بعد مراحل من التنسيق والتهذيب والتشذيب واللقاءات إلى مرحلة متقدمة هي التكامل. اليوم مجلس التعاون هو في الحقيقة يرفع شعار التكامل، لكن أنا في رأيي نحن تجاوزنا هذا التكامل. يعني ولعل ما أشرت إليه سيد عبد العزيز قضية الاجتماع الأخير للقمة الأخيرة، وكان هناك
يعني كلمة واضحة، ربما من أوضح الكلمات التي نتجت عن المؤتمر والبيان الختامي، وهو أن أي اعتداء أو ضرر يلحق بأي عضو من دول المجلس يلحق بكل الأعضاء. أنا هنا أقلب الصورة، أنا أقول أننا اليوم نحتفل بقطر، قطر غدا تحتفل بنا، بالأمس القريب كنا نحتفل بدولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين. مملكة البحرين يعني، والكويت سنحتفل بها قريبا، والشقيقة عمان سلطنة عمان أيضا لها مكان في الاحتفالات، سواء كان في الإعلام السعودي أو في قلوب السعوديين يعني، أو حتى في مظاهر الحياة العادية نحن نرى في الشوارع ونرى في كذا. هذا يؤكد مش على مستوى وسائل الإعلام فقط، ترى حتى المواطنين هناك في البحرين، في قطر، في السعودية يتبادلون احتفالات مع بعض يعني، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي مش بالضرورة يظهر على المستوى الإعلام الرسمي يعني. هذا حقيقي، ويعني أنا كمراقب وكمتابع أيضا لمسته في وسائل التواصل الاجتماعي، ولمسته أيضا في حركتي في أكثر من دولة في الفترة الأخيرة في دول الخليج. لمسته مثلا يعني أن علم المملكة العربية السعودية في آخر مناسبة كان اليوم الوطني 91 في المملكة العربية السعودية، كان مثلا برج خليفة في دبي كان مضاء، وأبراج الكويت وأبراج الكويت كان هناك نفس الشيء، وكان يعني في بعض المداخل في على الحدود كان هناك توزيع للورود، وكان هناك توزيع للحلويات ابتهاجا بهذه المناسبة. أنا أعتقد أن لدينا اليوم قلب خليجي كبير، هذا القلب الخليجي هو يفكر لنا جميعا ويفرح لنا جميعا، ونتمنى ألا نمر بأحزان لكي يحزن لنا جميعا. الجميل أيضا أستاذ سالم، يعني حتى في زيارة ولي العهد الأخيرة سواء لدولة قطر أو الجولة اللي كانت لدول الخليج، كانت كثير تشيل وتحمل قصص نجاح كبيرة، خصوصا بما تخدم فيه المجالس. لما نتكلم عن أبرز الأعمال اللي تخدم الدول أو الدول الخليج، إضافة لخدمة أبنائها. يعني هذا صحيح أستاذة نهى، ولعل ربما من أبرز النقاط التي رصدناها كمراقبين يعني وكناس يعني متابعين للحدث السياسي بين قوسين، يعني أن الزيارات التي قام بها سمو ولي العهد وفقه الله كانت زيارات عمل، بمعنى أنها لم تكن من الزيارات التقليدية أو الزيارات التي لا تدشن عملا حقيقيا بين الجانبين. الشيء الآخر يعني كان بمعية سمو ولي العهد حفظه الله وفدا تكنوقراطيا، كان من المستثمرين، من التجار، من أصحاب رؤوس الأموال، أصحاب المشاريع، وطاف معه المنطقة الخليجية كل العواصم، خمس عواصم خليجية. الشيء الآخر تمخض عنه كما قالت الأستاذة نهى شيء مهم جدا، هو سلسلة من الاتفاقيات بدأت في مسقط وانتهت في الكويت، هناك مجموعة اتفاقيات. العمل السياسي السعودي في الفترة الأخيرة أصبح من ميزاته الواضحة في الحقيقة هو بروز ما يسمى بمجالس التنسيق. مجالس التنسيق هذه يعني أهميتها يعني لكي نوضحها للناس بشكل عام، كل ما يتفق عليه من اتفاقيات ومن يعني جداول عمل وبرامج، مجالس التنسيق هي تتابع تنفيذ هذا العمل، بمعنى أن أسلوبنا الذي كان مستخدما في الماضي والذي كان نتفق على أشياء وربما ينفذ جزء منها أو بعضها، اليوم ليس هناك فرصة ألا عمل. الموجود هو عمل، وعمل جاد، وعمل منتج ومثمر للجانبين. يعني احنا ممكن نتكلم استاذ سالم عن قصة جديدة في المستقبل بعد هذا المجلس التنسيقي السعودي القطري في الجولة الأخيرة، يمكن تكون يعني أهم الجوانب اللي تعتقد أن تكون مع هذه القصة الجديدة في المستقبل القريب، جوانب سياسية اقتصادية بحتة؟ أنا أعتقد مجلس التعاون هو تركيبة شاملة، يعني لا يكتفي بالاقتصادي وبالسياسي، مجلس التعاون فيه أبعاد مهمة، مجلس التعاون فيه التاريخ، فيه اللحمة الواحدة، فيه البناء الاجتماعي، فيه الثقافة الواحدة، فيه كل هذه العناصر لا يمكن إفراقها من معناها في مسيرة المجلس أو في تجسيد جسم مجلس التعاون الخليجي. وأنا أنظر له كرجل يعني عامل في هذا الميدان، كمنظمة إقليمية سياسية بين مجموعة من الوحدات السياسية ست دول. هذا المعطى في تقديري هو يعني يشمل كل هذه الأمور. الشيء الأهم في الحقيقة هو أن القادة والمؤسسين عندما يعني انبثق هذا المجلس في ثمانينيات القرن الماضي يعني شمل تقريبا كل أوجه التعاون، كان هناك الاقتصادي، كان هناك السياسي، العلمي، الثقافي، الإعلامي، الأمني، العسكري، كل هذه المناحي في تقديري يعني لعلها تؤكد أو ترسخ الرؤية التي وضعها المؤسسون، أنه يوما ما ونتمنى أن نعيش إلى ذلك اليوم هناك حالة من الانصهار بين هذه الوحدات السياسية، بمعنى توحيد مصالحها وتوحيد الأخطار التي تهددها. جميل أستاذ سالم، كيف ممكن نقرأ
أو نحاول نتعرف ونتخيل على مستقبل المشاريع اللي تم الاتفاق عليها بين دول الخليج ومن ضمنها دولة قطر؟ يعني أنا أعتقد يعني كان هناك في الحقيقة توقيع لجملة من المشاريع، وهذه المشاريع هي طموحة. الشيء الأهم الذي ميز هذه المشاريع في جولة سمو ولي العهد الأخيرة كانت متعددة ومتنوعة، بمعنى كان فيها الاستثمار، كان فيها الطاقة، كان فيها التعليم، كان فيها البعد الأمني، البعد العسكري، التعاون الإقليمي والجغرافي، تعاون على الحدود، بمعنى كانت يعني نستطيع أن نقول بصورة واضحة أنها شاملة. كيف ستنعكس؟ أنا في تقديري هي تسير في الخط الرئيسي الذي وضعه المؤسسون، وهو الانطلاق من المشتركات وصولا إلى حالة ربما تتجاوز حالة التكامل. حالة التكامل في العلاقات الدولية ليست حالة سيئة، حالة متقدمة، وقليل من الدول تصل إلى حالة التكامل، لكن ربما لدينا طموح في دول مجلس التعاون أن نصل إلى ما وراء التكامل، أن يكون هناك يعني اندماج، عمل استراتيجي، انصهار. هذا ما نصب إليه، وأنا أتوقع في الحقيقة أنه مع الزمن كل شيء يأتي. طيب، يعني لسان حال كثير من المراقبين والمتابعين والمحللين يعني في الآونة الأخيرة والقريبين من المشهد، ليش عندهم التفاؤل كان متضاعفا في القمة الخليجية الأخيرة، خصوصا أنها سبقتها جولة قبلها بأيام قليلة؟ يعني كثير من المراقبين متفائل بأنه النتائج خصوصا بعد هذه القمة الأخيرة راح تكون قريبة وأمام المرأة الجميع. يعني التفاؤل يعني سببه، يعني سبب التفاؤل في الحقيقة أن يعني قبل انطلاق هذه القمة، ولعل الزيارة أكدت هذا الموضوع، كان هناك يعني حالة من يمكن أن نسميها في منطقة الخليج، والكل يعرف أنه كان هناك خلافا بين بعض دول الخليج، يعني لدينا حالة يمكن أن نسميها بمصارحة الذات الخليجية. دول المجلس يعني تصارحت بالذات. الشيء هناك نقطة أيضا رصدت في الحقيقة من الباحثين والمهتمين، وهي أن هناك حالة من التركيز على المشتركات وعلى الإيجابيات، بمعنى وإبقاء حالة ربما تكون ليس من الخلاف، إنما حالة من اختلاف المواقف. بمعنى يعني المجلس سمح بأن يكون فيه كل المسارات، بمعنى يعني لا يقصي أحدا. هذه نقطة. الشيء الآخر، وهناك بعض المحللين ومنهم من الأشقاء والأخوة السعوديون والخليجيون سموا هذه القمة، وأنا أعود لكلمتك وهي جميلة، التفاؤل، سموها بولادة مجلس التعاون الثاني. صحيح. وهذا في الحقيقة ربما يبين أن هناك عزما خليجيا، وأنا أعتقد وهذه رؤيتي الشخصية أن التعويل على وعي القيادات، القيادات السياسية في منطقة الخليج اليوم لديها وعي بالأخطار التي تحيط بالمنطقة. الشيء الثاني، الهم صار مشترك الآن. أكيد الهم مشترك، والنجاح أصبح مشتركا، بمعنى من ينجح في دول الخليج كلنا ننجح، بدليل أن مشاريعنا وخطط التنمية وخطط المستقبلية كلها، كل دولة لديها خطة، وكل خطة مكملة للأخرى، ونحن نتحدث عن التكامل. الشيء الثاني، هناك يعني إضافة إلى وعي القيادات، هناك الديناميكية في القيادات. نحن نرى أن سمو ولي العهد أيده الله يعني طاف الخمس عواصم في خمسة أيام، وكانت كلها يعني ليست للاستجمام، كلها عمل الليل والنهار. هذه تعكس ديناميكية القيادة ويعني وقوفها وراء إنجاز العمل، ضروري أن يكون هناك إنجاز عمل. شيء ثاني وهو في رأيي يعني مهم جدا، هو درجة الاتصال العالية التي أصبحت بين القيادات الخليجية. يعني نحن تخلصنا من الأدوات التقليدية، المراسلات الدبلوماسية، المبعوثين، الاتصالات، مجلس تنسيقي يتابع العمل، أصبح هناك مجلس تنسيقي، أصبح هناك اتصال شخصي، ولا تمضي فترة بسيطة إلا ونرى يعني قائد أو قائدين من دول مجلس التعاون في صور، حتى أحيانا في صور غير رسمية يعني، وهذه ما تسمى في الغرب بدبلوماسية البيجامة، بمعنى الاقتراب بين صانعي القرار، بما يعطي للقرار اندفاع وفعالية أكثر. وهذا ما لاحظناه أستاذ سالم في النتائج السريعة اللي طلعت بعد جولة ولي العهد وبوجود دول مجلس التعاون. شكرا جزيلا لك أستاذ. شكرا جزيلا أستاذ سالم اليامي، كاتب وباحث في العلاقات الدولية. مستمرين معاكم، ولكن عندنا فاصل أول وراجعين لكم نكمل حلقتنا اليوم.